القنوات العربية في شبكات التواصل الاجتماعي مليئة بالمعلومات الخاطئة عن اليهود واليهودية. ما يسمى بالكتاب المقدس عند اليهود والنصارى وهو عبارة عن قسمين. واللي بيزعجني جدا هو أن في غياب تعليم جيد في الجامعات والمدارس العربية عن الأديان بشكل عام وعن اليهودية بشكل خاص، هذه القنوات هي مصدر المعلومات الرئيسية لجيل جديد، لجيل كامل من المشاهدين يأخذون كل معلوماتهم عن اليهودية من هذه الخزعبلات. الصحفي ده كان أول حد يتكلم عن المشروع الماسوني الشعاع الأزرق، فإذا بدكم تتسلوا مع مقطع فيديو عن مشروع الشعاع الأزرق الماسوني أو مشروع الجن الأزرق الصهيوني، ادخلوا هذه القنوات. ولكن إذا بدكم معلومات حقيقية عن اليهودية، سيبوا هذا الهراء وردوا علي. اليوتيوبر المصري ناصر حكاية وعنده 5 مليون متابع، نزل قبل شهرين مقطع بعنوان أغرب عادات اليهود. وأنا مقتنع من بعد ما شفت هذا المقطع إنه الزلمة عمره ما شاف وما حكى مع يهودي. كل الفيلم هذا، كل المقطع هذا ما فيهوش ولا مصدر واحد، مجرد كلام، مجرد حكي. واليوم حبيت أصحح معكم بعض الأخطاء وسوء المفاهيم في هذا الفيديو. اليهود في كل أنحاء العالم بمختلف طوائفهم ليهم بعض العادات والأفكار الغريبة في مختلف مجالات الحياة. يعني مثلا في أعيادهم عندهم عيد مشهور جدا ومهم اسمه عيد الغفران. في عيد الغفران ده ما تستغربش لو لقيت واحد يهودي ماشي في الشارع بفرخة أو ديك ورابطها وبيفسحها، أو مثلا يكون حاطط الفرخة دي على راسه وماشي بيها. ده غالبا يهودي بينتمي لطائفة الأرثوذكس، لأن يهود الأرثوذكس عندهم عادة في العيد بتاعهم إنهم يجيبوا فرخة أو ديك مثلا ويربطوه في حبل كده ويفسحوه في الشارع، أو يحطوا الفرخة دي فوق راسهم ويمشوا بيها، وبعد كده يذبحوا الفرخة دي ويوزعوا لحمها على الفقراء اللي عندهم. وده لأن عندهم اعتقاد إن التصرف ده هيطهرهم من كل ذنوبهم ومعاصيهم اللي عملوها طول السنة، وإن الذنوب دي هتروح للفرخة أو الديك اللي ذبحوه بعد ما فسحوه شوية في الشارع. وبكده أولا حبيت أبدأ بملاحظة عن عنوان عادات غريبة. بطبيعة الحال كل مؤمن يعتبر دينه صح ويعتبر عاداته شيء طبيعي ومفهوم، وعادات غيره من باقي الديانات شيء غريب. عادة الكفارات عادة قديمة جدا انتشرت قبل يوم الغفران، والفكرة هي تحميل المعاصي بشكل رمزي على حيوان، عادة فرخة أو ديك، وتحميله وبعدين ذبحه. ولكن هذه العادة تقلصت جدا في السنوات الأخيرة. اليوم نحن نفدي المعاصي أو الخطايا بمصاري أو بالصدقة، لا نستخدم حيوان. يعني نظرا لحقوق الحيوان والرحمة على الحيوانات، فاليوم هذه العادة تقلصت جدا جدا وبالكاد مش موجودة اليوم إلا عند الأقليات المتشددة. ولكن ماذا أغرب في تبديل حيوان بالمعاصي؟ ما أغرب من رمي جمرات صغيرة على عمود حجر يرمز إلى الشيطان في مكة؟ هذا غريب بالنسبة لمن هو لا مؤمن بالإسلام. فالمصطلح أو عنوان الغريب هذا شيء نسبي. يعني وسلوكيات اليهود الأرثوذكس الغريبة مع الحيوانات في أعيادهم مش بس مع الفراخ أو الديوك، دول كمان بيقدسوا الحمار والخروف بشكل غريب. يعني مثلا ممكن تلاقيهم جايبين حمار وخروف مع بعض وملبسينهم ملابس غالية جدا وعليها أحجار ثمينة ويمشوا بيهم في شوارع المدينة كلها. الأمر بسيط جدا، وهو يرجع لآية في سفر الخروج: ولكن كل بكر حمار تفدي بشاه، وإن لم تفدي فتكسر عنقه، وكل بكر إنسان من أولادك تفديه. الآية في التوراة تأمرنا بالتبديل بكر الحمار بشاه. السبب مش واضح تماما، هناك تفسيرات مختلفة، ولكن مراسم هذا التبديل
نادرة جدا في اليهودية، وكل ما تتم هناك احتفال كبير. هذا يرجع إلى فترة زمنية سابقة تم بها التبديل شيء بشيء، مثلا زي ما شفتم في الآية بكر الإنسان أيضا يبدل، أنا بكر ولما كان عمري 30 يوم شهر عملوا أهلي احتفال. ومش بس كده، دول كمان بيعملوا ألعاب أطفال على شكل حمار ويوزعوها على الأطفال اللي عندهم كنوع من أنواع الاحتفال بالعيد بتاعهم. والسبب في الموضوع ده هو نفسه السبب في موضوع الاحتفال بالفراخ أو الديوك، وهو إن عندهم اعتقاد إن بكده ذنوبهم هتروح للحيوان اللي عملوا معاه كده. واضح إن موضوع تطهيرهم من الذنوب والمعاصي شغلهم بشكل مبالغ فيه. أما هذا التفسير غريب جداً. أولاً اليهود لا يقدسوا لا الحمار ولا الخروف، وهذه أول مرة بسمع فيها أن ألعاب توزع للأولاد في هذا الاحتفال. لا يوجد أي عيد في اليهودية يحتفل بالحمار والخروف، وملوش أي علاقة إطلاقاً لا بالذنوب ولا بالمعاصي. أما بقى بالنسبة لمعتقداتهم وأفكارهم الغريبة اللي تخص الأكل، فاليهود عموما ممنوع عندهم أكل حاجات بتعتبر عادية جدا زي الأرانب مثلا، وكمان ممنوع عندهم أكل أي حاجة طالعة من البحر غير الأسماك الحرشفية. يعني بالنسبة لك يا ناصر أكل الأرنب شي عادي، وبالنسبة للمسيحي أكل الخنزير شي عادي، وبالنسبة لليهودي حرام أكل الأرنب وأكل الخنزير، وما الغريب في ذلك؟ وكمان عندهم عادة في موضوع الأكل ده، وهي أنهم في عيدهم بيحبوا يأكلوا المأكولات المسكرة اللي مصنوعة من السكريات الحلويات يعني وكده، وده لأنهم بيعتقدوا أنهم لما يأكلوا أكل مسكر فبكده هيعيشوا سنة جميلة ما فيهاش أي ذنوب أو أي مشاكل. أول مرة بحياتي بسمع أنه اليهود بيحبوا يأكلوا أكلات مسكرة في الأعياد. طبعاً كل واحد أعتقد بيحب الكيكس والجاتو وغير ذلك، ولكن مش اليهود بالضرورة ومش في الأعياد بالضرورة. أما بقى بالنسبة لأفكار اليهود العامة، فاليهود عندهم ممنوع أنهم يعدوا من فوق المقابر، ومسألة أنهم يعدوا من فوق المقابر دي معناها جلب النحس والحظ السيء. يا راجل هي مش مسألة يهود ومش مسألة حظ سيء ولا نحس. بكل بساطة هذه القوانين تطبق على الكهنة، والكاهن اليهودي حرام عليه لمس أو حتى الاقتراب من نجاسة ومن قبر ومن جثة، فهذا التحريم يطبق فقط على الكهنة، وصحيح يبعدون عن المقابر ولكن ليس لسبب يتعلق لا بنحس ولا بحظ سيء. ده غير ان في كلام منتشر بيقول ان اليهودية بتبيح المثلية وافعال قوم لوط، لكن كل الكلام ده في تحته خطوط كتير جدا. التوراة تحرم عمل جنسي معين وهو الجنس الشرجي، ولكن التوراة ولا اي ديانة لا يمكن ان تحرم ميول جنسي. الميول شيء طبيعي، الميول شيء داخل الإنسان، لا يمكن تحريم ميول. الخلاصة يا ناصر، في المقطع تبعك هناك أشياء لها أساس من الصحة ولكن مبالغ بها، وهناك إشاعات وسوء المفاهيم والبلبلة الكبيرة، فإذا فعلا بتحب تعرف أكثر عن اليهودية تعال عندي على القدس أو اعزمني عندك على مصر، وأنا حاجي بكل رضا وبكل حب وأشرح لك هذه المفاهيم. ولكن يا جماعة يا جمهور، لا تأخذوا معلومات عن اليهودية من ناس ما عندهم أساس وما عندهم علم ولا عندهم لغة ولا عندهم فهم في هذا الموضوع. اسمعوا مني، وإذا عندكم أي أسئلة اسألوني مباشرة ولا تخجلوا. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، ودمتم في أمان الله.